هذا ويعقد أو يعقد اليوم مؤتمر للمانحين الدوليين عبر الفيديو لدعم لبنان. المؤتمر الذي بادرت به فرنسا والأمم المتحدة يهدف إلى تأمين الاحتياجات العاجلة شرط أن تذهب المساعدات إلى السكان مباشرة وفق ما ذكره مصدر في الإليزي. وقد حددت الأولويات بدعم المباني المتضررة والمساعدات الطبية العاجلة والمساعدات الغذائية وترميم المدارس والمستشفيات. وقد قدرت الأمم المتحدة قيمة احتياجات القطاع الصحي وحده في لبنان ب 85 مليون دولار. ومعنا من باريس مراسلنا محمد الحاجي. أهلا بك محمد، ما هي التوقعات من هذا المؤتمر وتفاصيل انعقاده، متى سيبدأ طبعا؟ وأيضا هناك حديث عن إعلان بعض الدول لقيمة المساعدات التي ستتقدم بها ومن بينها بلجيكا. نعم وسام، في الحقيقة عند الساعة الثانية بتوقيت باريس سوف يعقد هذا المؤتمر الذي دعت إليه فرنسا مع الأمم المتحدة بشكل ثنائي لمساعدة لبنان للوقوف عند هذه الأزمة. وطبعا حجم المشاركين هو حجم كبير، على مستوى الرئاسي هناك مشاركة إضافة إلى الرئيس ماكرون، هناك الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء البريطاني والرئيس المصري، فضلا عن شارل ميشيل رئيس المفوضية الأوروبية، وسينضم إليهم لاحقا في الاجتماع. وسيعقد طبعا، سيكون هناك دول الخليج وممثل عن روسيا وممثل عن الصين، بينما لم تبدي إيران رغبتها في المشاركة في هذا المؤتمر. من المتوقع طبعا أن تكون المساعدات كبيرة للبنانيين لإغاثتهم، لكن كما أوضحت في المقدمة الشرط الأساسي لدى الفرنسيين هو أن تذهب هذه المساعدات، لا تذهب إلى الحكومة الفرنسية، بناء على دعوة ورغبة لدى اللبنانيين الذين يشككون بأن تذهب إلى يعني أشخاص إلى مسؤولين قد لا يوصلون هذه المساعدات إلى أهلها، وبالتالي سوف تسلم على ما أعتقد وبحسب الإليزي إلى الجهات المختصة التي سوف تتعاون مع الجهات الرسمية الفرنسية وأيضا الأمم المتحدة. بخصوص حجم المساعدات، أتوقع أن هناك حجم كبير للمساعدات، ليس هناك من أرقام محددة، لكن أبرز ما يمكن قوله هنا بأن فرنسا مصممة مع الدول الصديقة للبنان على مساعدة لبنان للوقوف على قدميه في هذه الفترة الحرجة، خاصة وأن فرنسا كما ذكرت في المقدمة بدأت بإرسال أو أرسلت منذ صبيحة الفاجعة أكثر من يعني جسر جوي وبحري إلى لبنان. اليوم سوف تقلع طائرتين عسكريتين إلى لبنان فيهما طواقم طبية لإنشاء مستوصفات ميدانية، فضلا أيضا عن انتقال أو عن إقلاع سفينتين، إبحار سفينتين من ميناء تولون جنوب فرنسا، سفينتي تونير وفيهما أيضا كوادر طبية ومساعدات غذائية للبنان. وهذه رغبة فرنسية على ما يبدو، تحاول فرنسا تدويل هذه القضية لجعل لمساعدة لبنان وبالتالي لعدم لتحقيق ما وعد به رئيس ماكرون خلال زيارته إلى فرنسا. نعم، بطبيعة الحال سنبقى في متابعة لهذا الموضوع تحديدا فيما يتعلق بمؤتمر المانحين معك محمد الحاجي. شكرا لك حتى اللحظة، كنت معنا مباشرة من باريس.